تفتكر مين هيفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في 2019؟ أكيد محمد صلاح، يعني مش عاوز لها كلام، ده خلاص كده مكتوب له السنة اللي فاتت والسنة دي والسنة الجاية. تهيألي السنة الجاية بس ساديو ماني. طبعا كل المصريين عايزين صلاح يعني، وأنا أكيد برضه بتمنى صلاح، بس أعتقد هتروح ساديو ماني السنة. صلاح طبعا، بس عشان كل أعضاء اللجنة من السنغال أكيد السنة دي هيبقى ماني. أعتقد ساديو ماني. ليه؟ عامل أداء كويس ووصل نهائي بطولة أفريقيا واخد تشامبيون. في ترشيحات لطارق حامد، ايه رايك في الترشيحات دي؟ لا طارق حامد ما اعتقدش، لان طارق حامد زمالك دلوقتي ما بيقدمش كوره كويسه، فمش لعيب هيظهر وسط لوحده وسط الفرقه كلها يعني. هو طارق لعيب كويس ولعيب جامد وكل حاجه، مفيد في وسط الملعب، لكن بالنسبه على المستوى المجموعه الفرقه مش مساعداه ان هو يترشح لاي بطوله. طارق حامد طبعا بيلعب في يعني بيمثل فرقتي، بس الخشونه بتاعته والطرد المتكرر وضرب من غير كوره، استخلاص كوره يعني هو طارق حامد معروف، بس ما اعتقدش يعني ان هو ياخدها، بس هو ياخد احسن لاعب في مصر الاول، بعد كده هنشوف القصه دي. محمد صلاح يعني طارق حامد زملكاوي جميل وكل حاجه، بس محمد صلاح برضه. لا طبعا صلاح هو نمبر 1. في احسن منه كتير يعني، في رياض محرز، في ساديو ماني، ومحمد صلاح يعني اعتقد بعيده شويه. دخل القاره طارق يستاهلها فعلا.